مشاهدينا، وحول فشل العملية السياسية في العراق بعد مرور عام على الانتخابات في ظل الصراع الدائر بين الصدر والإطار التنسيقي، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. مرحبا بكم معنا. أهلا بك. وعبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع أستاذ بهاء، بعد عام على الانتخابات، كيف ترى الأوضاع التي وصل إليها العراق في ظل تصاعد الصراع بين شركاء العملية السياسية؟ بداية تحياتي لحضرتك ولا مشاهدي قناة الرافدين. بالحقيقة الكتل السياسية أضاعت البوصلة. نعم. وصلت إلى مرحلة من الانسداد بحيث أنها عجزت عن إيجاد مخرج للأزمة التي افتعلتها من خلال الاستمرار بهذه العملية السياسية العقيمة. نعم. التي بدأت منذ عام 2003 وحتى الآن على أسس طائفية ومذهبية ومحاصصاتية، أفرغت خزائن الدولة العراقية وأضطرت الشعب العراقي وأوصلت به إلى أدنى مستويات في كل شيء، التعليم والصحة والخدمات وكل شيء كل شيء. نعم. هذا الأمر الآن بعد مرور سنة كاملة هم أثبتوا الآن بأن هذه العملية السياسية عقيمة ولا يوجد مناص سوى تغيير، لأنه النظام بأكمله نظام بني على خطأ ويجب أن يتم تصحيح هذا الخطأ بعد مرور 19 عام على الغلطة الشنيعة التي أو الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال العراق وتدمير الدولة العراقية وليس النظام. أمريكا عندما احتلت العراق دمرت الدولة العراقية، الآن لا توجد دولة في العراق. هذه الميليشيات ليس لها القدرة على أن تنشئ دولة أو تدير دولة مثل العراق بإمكانياتها المادية المهولة، بتعدد أعراق شعبها وقومياتها ومذاهبها، كل هذه أكبر من هذه الميليشيات. هذه المسؤولية كبيرة على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات لا يهمها حاليا سوى مكاسبها الفئوية والحزبية، لذلك وجدوا أنه الصراع على هذه المليارات الآن خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية. نعم. الآن المليارات الآن تدور على العراق بسبب ارتفاع أسعار النفط، هذه أصبحت شيء يسيل لها لعاب الكتل السياسية ويحاولون الاقتتال لانتزاع أكبر حصة ممكنة من هذه المكاسب اللي يعتبروها هي حق مشروع لهم بعد كل هذا الدمار اللي حصل من 2003 وحتى. نعم. لكن وجود العملية السياسية في هذا الانسداد الآن وبعد مرور سنة، الأمر المستغرب هو سكوت المجتمع الدولي. هنا يعني ألف علامة استفهام واستفهام، رغم مداخلة بلاسخار في مجلس الأمن وهذه المرة الثانية التي تعيب على الكتل السياسية والقوى السياسية العراقية. نعم. موضوع الوضع المزري في العراق، ذكرت قبل 3 أشهر قالت عنهم أنهم رجال عصابات أو زعماء مافيات وليسوا رجال دولة. المداخلة الأخيرة مالتها ذكرت بأنهم لا يجيدون تحمل المسؤولية. طيب. أفقر من الشعب العراقي وصلوا إلى مرحلة، ومع كل ما ذكر ما زال المجتمع الدولي يدعوهم إلى الحوار لتشكيل حكومة. يعني لحد الآن المجتمع الدولي غير مقتنع بالتغيير. نعم نعم. دعنا نتحول إلى السيد محمد في من الناصرية ونسأل، انتخابات 2021 شهدت عزوف كبير للمشاركة الشعبية منذ عام 2003 وكانت أقل نسبة من المشاركة، لماذا يصر شركاء العملية السياسية اليوم على الترويج بأن العملية السياسية هي قائمة وهناك تداول حقيقي للسلطة وباختيار الشعب، رغم أن الشعب لم ينتخب سوى 18% في أعلى تقدير؟ تحياتنا لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. الحقيقة العملية السياسية أصلا هي بنيت على باطل. نعم. ونحن هنا في ساحة الحبوبي وفي الناصرية أسوة بالأخوة الآخرين موجودين في كل ساحة العراق، رفضوا هذه العملية السياسية منذ بداياتها الأولى. نعم. والسبب بأن الذين جاءوا حقيقة لا يمثلوا هذا الشعب، وخير دليل على هذا ما شاهدناه قبل أيام من هذه الصبات الكونكريتية التي يعني تم حماية أعضاء البرلمان الذين هم يجب أن يكونوا ممثلين عن الشعب.
يعني ممثلين الشعب هم يطلبون حمايه من الشعب. لذلك نحن نقول من خلال تظاهراتنا ومن خلال لقاءاتنا في اغلب المحافظات العراقيه وتحديدا لكي يكون دقيق في حديثي في المنطقه الوسطى والجنوبيه. نعم. الحقيقه هذه العمليه السياسيه هي اصلا ساقطه شعبيا. يتحدث بصراحه وبعمق. شعبيا هذه العمليه السياسيه لا وجود لها بين ابناء الشعب العراقي، طبقه سياسيه يتصارعون بينهم كما هو الحال الان لدى الحزبين الكرديين وكما هو الحال في الجنوب في الشمال وايضا في الجنوب كما هو الصراع الموجود الان بين التيار والاطار. اذا ما معناه وبعد مرور هذه السنه بالكامل على هذه الانتخابات التي قاطعناها وانا اعلن يعني وهذا قضيه معروفه هنا في الناصريه وفي ساحه الحبوبي تم الاعلان في بيان رسمي باننا مقاطعون لهذه العمليه السياسيه واليوم حقيقه اقول لكم من خلال قناتكم الكريمه وهذه الرساله لمشاهديكم الكرام نحتفل بنفسنا على هذه العمليه السياسيه كوننا قاطعنا هذه الانتخابات. هذه الحقيقه حقيقه يعرفون جيدا يعني الشعب يرفض هذه العمليه السياسيه وهذه الاحزاب والشعب حقيقه لم يعد امامه خيار الا اسقاط هذه العمليه السياسيه اما الحلول الترقيعيه التي يبحث عنها البعض من خلال تشكيل كيانات بسن تشرين او غيره. نعم. حقيقه هؤلاء لا يمثل للشعب العراقي رسالة من هذه المصالح والمراكز التي يريدون الحصول على هذه الاموال. نعم سيد محمد نعتذر نحاول نحاول فقط نحسن الصوت هناك خرخشة في الصوت نتحول إلى سيد بهاء ونحاول الشباب بس نحسن الصوت. سيد بهاء التيار الصدري أو لا زال الصدر هو رقم صعب لدى أنصار التيار الصدري في المعادلة تشكيل الحكومة ولكن لحد هذه اللحظة الإطار التنسيقي يخطب ود التيار الصدري ويحاول إرضاءه لماذا؟ ما هو السبب؟ رغم رفض التيار الصدري أو الصدر نفسه الجلوس معه الحقيقة هو ليس فقط الإطار التنسيقي من يحاول إرضاء الصدر نعم حتى الكتل السياسية اللي كانت متحالفة مع الصدر في تحالف أنقاذ وطن حتى هؤلاء لا يريدون الخوض في تشكيل حكومة دون موافقة مقتدى الصدر أو تيار الصدر لأنهم يعلمون جيدا إمكانية مقتدى الصدر من الناحية الشعبية ومن الناحية العسكرية مقتدى الصدر يمتلك ميليشيات لوائل منها جزء من الحشد الشعبي لذلك هو حتى مطلع على اسرار الميليشيات على غير التسليح اللي موجود عندنا وبغض يعني بالاضافه الى القاعده الشعبيه اللي موجود وهذا الامر هم اختبروه قبل مده عندما حاولوا تمرير الحكومه وحصل ما حصل من الاشتباكات داخل المنطقه الخضراء وما حصل قبل يومين في مدينه البصره هنالك اصرار من التيار الصدري على عدم المضي ب يعني السماح لهم بالمضي بتشكيل الحكومه انه قلناها في لقاءات سابقه وعلى قناتكم الموقره تمكن الاطار من تشكيل حكومه سيقضي تماما على التيار الصدري هذه هي نتائج التسريبات المالكي وما صدر عن المالكي هل هناك امكانيه فعلا بالقضاء على التيار الصدري او انصار الصدر او ما يمكن ان يفعلوه في حال تم اقصائهم تماما وتهميشهم سابقا شوف عزيزي سابقا في عمليه صوله الفرسان اللي جرت عام 2007 كان الجهة هي القوات الأمنية مقابل جيش المهدي نعم جيش المهدي لم يكن بالتسليح اللي تمتلكه الآن سرايا السلام أيضا أضيف إليها أنه الآن هنالك ميليشيات أكثر من 30 ميليشيا منضوية إلى الإطار التنسيقي هذه الميليشيات ومنها ميليشيات تمتلك مطارات مسيرة وصواريخ متوسطة المدى هذه يعني قد ترجح كفة الميليشيات الاطار التنسيقي على ميليشيات التيار الصدري بالتالي الكفه غير متوازنه لكن يبقى الثقل الشعبي يعني الغير منتمين الى سرايا السلام او الى الجيش المهدي الناس البسطاء اللي هم كلهم نعرف احنا الشعب العراقي من اكثر الشعوب المسلحه في الكره الارضيه اكثر من 100 مليون قطعه سلاح موجوده في العراق وفي كل بيت فد 4-5 قطع موجوده وهذا شيء يعني بديهي في العراق حتى هؤلاء الغير منتمين للميليشيات لا الى جيش المهدي ولا الى سرايا السلام لو احسوا بخطر يصيب التيار الصدري او مقتدى الصدر ممكن ان يستقتلوا بالدفاع عنه وبالتالي هنالك ستندلع حرب اهليه هذا ما لا يريد حاليا المجتمع الدولي ولذلك يصر على ارضاء الصدر من اجل
تشكيل الحكومة، هم يعلمون جيدا تشكيل الحكومة دون إرضاء مقتدى الصدر لن يستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة. اليوم ذكرها رئيس كتلة النصر حيدر العباد وقال بأنه كل مقومات الثورة الآن موجودة، واستمرار التعنت في المواقف قد يؤدي إلى اندلاع الثورة مرة أخرى. طبعا وهذا السؤال سنحيله الى مستشعرين بالخطر، مستشعرين بغضبة الشعب، مستشعرين بما يمكن ان يحصل اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فيما بينهم وبين التيار الصدري لتشكيل حكومة او انهاء العملية السياسية وتصفير العملية السياسية بالكامل. هم يعلمون هذا الامر، لذلك متخوفين ويصرخون على هذا السؤال. خلينا نحيل هذا السؤال الى محمد الخياط. محمد معنا؟ نعم. يعني بعد 3 سنوات من انطلاق ثورة تشرين التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي واستلام من 2 مصطفى الكاظمي، هل حققتم ما تصبون إليه في ثورة تشرين أم لا زالت يعني لنقول كل أسباب الثورة لا زالت قائمة لحد هذه اللحظة؟ أستاذنا العزيز، حقيقة ثورة تشرين وأبناء تشرين لم يخرجوا ضد حكومة عادل عبد المهدي فقط. نعم. بل الشعب العراقي خرج ضد هذه المنظومة السياسية بالكامل. وهذه الأحزاب والكتل السياسية التي تقوم بها مجرد مناورة، مجرد قتل وقت واستفادة من الوقت واستفادة من خيرات العراق. نحن خرجنا ضد كل هذه الكتل والأحزاب، وضد كل من يدعي بأنه يمثل هذه المنظومة السياسية. جاء عادل عبد المهدي، نحن مستمرون بجراراتنا، وقبل كان حيدر العبادي أيضا مستمرون، وقبل كان المالكي أيضا مستمرون، وقبل كان نحن مستمرون. هذه ثورة شعب لا تتوقف على حاكم معين أو على جهة معينة. هذه ثورة الشعب، هذا ما فهمناه منك يا محمد، ويبدو أن هناك إما تشويش أو مشكلة في الاتصالات. سيد بهاء، كيف أثر الانسداد السياسي الذي طال لمدة عام على الحياة الاقتصادية التي يعيشها المواطن العراقي ويعني الوضع السياسي السيء؟ هو الوضع السياسي سيء منذ 2003، يعني من بداية الاحتلال. الوضع المعيشي في نزول مستمر، والوضع الاقتصادي بصورة عامة في نزول مستمر، والحالة بدأت ترتفع، مستويات خط الفقر والأمية وغيرها، كل هذه يعني من نتائج مخالفات هذه الأحزاب الحاكمة. الآن مشكلة الانسداد السياسي الحاصل وعدم تمكنهم من تشكيل حكومة، وبالتالي عدم إقرار الميزانية، هذا إلا تأثيرات اقتصادية. الآن إحنا نعيش بفترة أشبه بفترة ما قبل الحرب، يعني إحنا أخذنا كثير من الحروب، وكنا نعرف دائما أنه عندما تكون هنالك أكو حرب هنالك نوع من التردد من ناحية التجار مثلا بشراء المواد الغذائية والمستلزمات اليومية للمواطن العراقي. أيضا المواطن العراقي يكون متردد من ناحية القدرة الشرائية، يقلل القدرة الشرائية قدر الإمكان لاحتفاظ بالسيولة، وبالتالي هذه كلها لها تأثيرات اقتصادية على المواطن، بالإضافة إلى أنه كثير من المشاريع متوقفة اللي تمس الحياة اليومية للمواطن العراقي. نعم. وهذه المشاريع معتمدة على إقرار الميزانية. هم لا يمتلكون ذرة من المسؤولية، لأنه هذا هم يجلسون في قصور يتمتعون بخيرات هذا البلد ويتباحثون من أجل مكاسبهم الفئوية والحزبية، والمواطن يعاني الأمرين. مر عليه صيف درجة الحرارة فاقت 55 في بعض المناطق بغياب الكهرباء، أيضا الحالة الصحية المتردية، 40% من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر، أزمة إسكان، أزمة كهرباء، أزمة ماء، أزمة صحة، يعني كثير من هذه الأمور. الآن المواطن العراقي يعيش بلا مستقبل، لا مستقبل لديه، لأنه لا يوجد أساسا تخطيط للمستقبل. الآن المواطن العراقي يقضي يومه بيومه، يعني يعيش ليومه فقط، لا يفكر في غد، لأنه لا أحد يعلم ما يمكن أن يحصل غد. إحنا انتهى يومنا، كان يوم طبيعي اعتيادي، بالليل بدأت المواجهات داخل المنطقة الخضراء، وكان ممكن أن تتحول إلى حرب أهلية. نعم. لو لم يتم الضغط من المجتمع الدولي على الميليشيات لإيقاف ما يجري داخل المنطقة الخضراء، ولا كنا أصبحنا حالنا حال ليبيا أو سوريا أو حتى اليمن. الآن المواطن العراقي كل هذه اللي يعانيها بسبب تعنت هذه الأحزاب وتمسكها بمواقفها ومحاولة
كسب مكتسبات أكبر من خلال. طيب سيد بهاء، اسمح لنا أن نسمع مناشدة أو رسالة من محمد الخياط في آخر هذا الحوار. تفضل محمد. أخي العزيز، أنا أوجه رسالة لكل العراقيين سواء كانوا في داخل البلد أو خارجه، كل العراقيين، وأطالبهم بالتضامن مع الخطوة القادمة التي ستنطلق من ساحة الحبوبي. نعم. وهذه الخطوة هي بالعصيان المدني الشامل، والتي ستبدأ على خطوات، يعني خطوات مدروسة، ونحن نعمل عليها بجد مع بعض الأخوة في المحافظات. نعم. هي رسالة دعم لكل العراقيين. لم يعد لدينا بعد هذه الاحتجاجات وبعد هذه الدماء التي سالت في كل الأراضي العراقية، في نعم. كل العراقيين الوطنيين الذين يخرجون من بلدهم الآن، دماء العراقية تسيل. رسالة موجهة من الناصرية إلى العصيان المدني الشامل، والذي تبدأ من ساحة الحبوبي قريبا، وسيتم إذاعة بيان رسمي في هذه الخطوة، وسنعلن عنها لاحقا. إذن هي رسالة إلى الداخل والخارج وإلى كل عراقي وطني يرفض هذه العملية السياسية الفاسدة والفاشلة بالتضامن معنا في خطوة ساحة الحبوبي القادمة. هي رسالة نؤكد لكل العراقيين في كل مكان، ونحن جاهزين وعلى أتم الاستعداد للإعلان الرسمي خلال الأيام القائدة عن هذه الخطوة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لضيفينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي سيد بهاء خليل، وكذلك عبر الهاتف من الناصرية كان معنا الناشط في التظاهرات محمد الخياط.